ومن عالم الهواتف الذكية رح ننطلق بجولتنا بعالم السيارات لنتعرف على أجدد السيارات حول العالم. سيارة إلى شعبية كتير بسوريا، عملية وبيحبوها الشباب والكبار، وبتمتلك مواصفات حلوة وما في شارع بتمرق منه ما بتشوف سيارة أو اثنين فيه. أكيد عرفتوا عن أي سيارة عم أحكي، عن سيارة كيا ريو. رح خبركم أنه شركة كيا أطلقت نسخة جديدة من سيارة ريو بموديلين سيدان وهاتشباك، وبتمتلك مواصفات كتير مميزة وحلوة، فتعالوا نشوف هالتقرير. شركة كيا كشفت عن نسخة جديدة من سيارة ريو 2023. الشركة طرحت لهلا 4 أجيال من سيارة ريو المميزة، من ناحية السعر الرخيص وكون السيارة اقتصادية وعملية ملائمة للشباب، وخاصة يلي بيمتلكوا سيارة للمرة الأولى. سيارة ريو 2023 حصلت على تصميم جديد ومختلف، وزاد من جاذبيتها الخطوط الديناميكية الهوائية. أما الخطوط الانسيابية يلي موجودة فيها فساعدت بتخفيف مقاومة الهواء، وهالشي رح يقلل من استهلاك الوقود، وزودت مقدمة السيارة بأضواء أمامية ثنائية. هالسيارة متوفرة بتصميم هاتشباك 5 أبواب أو بتصميم سيدان ب4 أبواب، وبشكل عام السيارة بتمتلك تصميم عصري وأنيق. أما تصميم السيارة من الداخل فزود التابلو بشاشة قياس 3.5 إنش أحادية اللون، وكمان لوحة عداد رقمية. سيارة ريو الجديدة متوفرة بنوعين من محركات 4 سلندر، محرك سعة 1.6 لتر بيولد قوة 121 حصان، ومحرك سعة 1.4 لتر بيولد قوة 100 حصان. وزودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو ناقل يدوي كمان من 6 سرعات، وبتشتغل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وبتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم بالساعة. ومن أهم الميزات يلي موجودة بسيارة ريو الحفاظ على الأمان بوجود 6 وسائد هوائية، وزودت بنظام تنبيه بحال تغير مسار الطريق ونظام متابعة المسار.